نتابع في هذا المقطع تصريح للشيخ فاهم خزع الخشان شيخ عموم عشائر البركات طبعا حول المظاهرات السلمية التي ستنطلق الجمعة القادمة فلنشاهد. جماعة يوم الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر تنطلق المضيف خزعل الخشان باتجاه السماوة عبر جسر عبد الله عويس والتجمع دراج عباس محطة قرب البريد القديم والاتجاه للكورنيش مقابل المستشفى الأهلي ومن ثم تنطلق من خلال شارع العيادة الشعبية ومن خلال شارع باته انتهاء بساحة الخطيب شارع الجسر. ونتمنى من اللجنة الأخوة بالأجهزة الأمنية تحمل المسؤولية وحماية المتظاهرين لنتعاون على إبراز المظاهرة بالشكل اللائق والمطلوب والمحافظة على الأمن. في المقطع الثاني طبعا لدينا تجمع لعشائر البركات وسائر بني حتشيم في مضيف الشيخ فاهم خزعل خشان وهو شيخ عموم عشائر البركات حول قضية الناشط المدني باسم خزعل والمطالبة بالإفراج عنه فلنشاهد. من هذا المكان معاهد الأستاذ ومن عمنا وشيخ عشيرتنا ومتاج راسنا باسم خزعل خشان، لان احنا ان شاء الله ما نتوقف لحد ما نخلي ان شاء الله وبعون الله تعالى نتيجه لهذه الحركه اللي كنا بيها وهي مناصره الحق ضد الباطل ضد هذه الزمره الطاغيه اللي تحاول ان تفسد مدينتنا وتراثنا ومبدانا. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذنه تعالى نحقق نصرنا ونصر لعشيرتنا ونصر لابن حتيم وللمثنى بشكل عام ولكل إنسان خير.